سبحان الله حاجة غريبة جدا يعني. اللبس الواسع بيئة، بس الأوفر سايز كيوت. اللحية اللي ستنا عيشة بتقول عليها سبحان من زين الرجالة باللحى، يعني اللحية دي الدقن بتاعت الراجل دي رجولة، حاجة حلوة. لا ده إرهابي وشكله كئيب وشكله يخوف. لكن نوفمبر لوك اللي الدقن بقى الطويلة اللي بيرش عليها تيرتر دي زي الفل. علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. ده فكر قديم، ايه ده نطلعه يعني نطلعه عنيف كده ونطلعه؟ لكن الكيد سبورت لازم نتعلم الولاد الرياضه. الخمس صلوات اللي لو صليتهم كلهم بالوضوء والخشوع والسنه ويعني قعدت فيهم قد ايه، مش ياخدوا على بعض في 24 ساعه 30 دقيقه، بس كتير ومفيش وقت، ربنا غفور رحيم. لكن الشغل العمل عباده، والجيم ساعتين عشا وحش، لا الا الجيم ده. المديتيشن والتنمية البشرية والكلام ده ثورة جديدة وألفاظ فظيعة وحاجة بتخلي بني آدم يهدى، وسماع المزيكا والقعدة على البحر بتخلي بني آدم يهدى وتخلي بني آدم يفكر كويس. لكن عبادة التدبر المهملة اللي محدش بيتدبر في أي حاجة، إيه ده يعني إيه تدبر يعني؟ إيه الموضوع ده؟ لا مفهوم ولا منطقية، الموضوع مش مهم يعني. صيام الاثنين والخميس والثلاث أيام كل شهر رمضان، لا يا عم الدنيا صعبة والجو حر، بس الصيام المتقطع في الدايت لا ده جميل جدا على فكرة، ده هو ده اللي بيعمل شغل حلو. نفسنا نسافر ونلف العالم وندفع فلوس قد كده في الغردقة وشرم وهنا وهنا وهنا، لكن نطلع عمرة ونطلع حج لمن استطاع إليه سبيلا، مفيش فلوس هنجيب منين؟ إنك تقعد في كافيهات وقهاوي وتصرف على لبسك وتصرف على أكلك دي حاجة كويسة جدا وبتحسسك نفسيا إن أنت مبسوط يعني، لكن تتصدق أو تزكي تتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى يا صعب قوي مفيش هنجيب منين؟ لا للتنمر ستوب بولينج، ومش فاكرين وما ينفعش، لكن لا يسخر قوم من قوم، من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه. لا طبعا الكلام ده كلام قديم وكلام مش مظبوط يعني. حاجات كتيره جدا في حياتنا بنحط عليها مصطلحات جديده وهي موجوده عندنا اصلا، بس عارف انت اللي هو بيتكلم مع الموضه يعني، دماغه بقت مرتبطة باللي بيحصل دلوقتي مش اللي بيحصل زمان. الدين في كل حاجة، مكارم الأخلاق الشخصية القوة الشخصية، على فكرة كل اللي احنا بنقوله في القوة الشخصية والثقة وزي تؤثر في الآخرين موجود في النبي عليه الصلاة والسلام، موجود في الصحابة، موجود في الخطب بتاعتهم، موجود في شخصياتهم، موجود في أخلاقهم، موجود في سيرتهم. فأنت ليه بقى سايب كل ده وشغال في الحاجات اللي جالك من بره اللي هي في الآخر مش هتعمل لك حاجة وكلها ناقصة كلها ناقصة؟ انا هو ده شغلي، انا بقول لك ايه كل الحاجات انا بقعد بنكملها بالدين ليه؟ لان الدين هو الحاجه الوحيده اللي كامله.